فلاسفة العقل الاجتماعي قلبوا المسألة، فصار الشعب أو الأمة لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء. من هنا إذا كان الشعب داعر يأتي القانون داعر، إذا كان الشعب إباحي يأتي القانون إباحي، لأن القانون لابد أن يكون انعكاسا للشعب. في الإسلام ينبغي أن يكون الشعب انعكاس للشريعة، أي يلتزم الشريعة ويلزم بهذه الشريعة ويحمل عليها. فإن خالف الشعب أو أجمع على خلاف الشريعة عوقب، أخذ بكامله، كما حدث مع قوم لوط. هم خالفوا في شريعة وتعدوا نهي الله عز وجل في قضية لوط، فماذا كانت النتيجة؟ عنهم الله والعذاب، أخذهم جميعا، لم يبق منهم أحد. قوم شعيب طففوا في الميزان، أخذهم الله عز وجل جميعا عندما ناقضوا شريعة. قوم نوح وعندما أجمعوا على خلافه ماذا كانت النتيجة؟ أغرقهم الله جميعا. إذا نحن بين أمرين، بين الإسلام أو بين الجاهلية الأوروبية. الجاهلية الأوروبية تعنى بالعقد الاجتماعي الذي وضعه هوبز ولوك ورسو ومونتسكيو ومن شاكلهم، وهذا العقد يرفع إرادة الأمة فوق إرادة الله ويقول إله من دون الله. الشعب هو المشرع والشعب يحكم نفسه بنفسه. هذه فكرة نقيض الإسلام، هذه عقيدة كفرية تناقض الإسلام. لا يمكن أن يجتمع دين الإسلام والدولة المدنية والديمقراطية بالمفهوم الذي وضعته النظرية السياسية الحديثة التي يدعون إليها حزب النور. حزب النور يدعو، لم يدعونا إلى دولة إسلامية، دعانا إلى دولة عصرية على أسس حديثة. أنا أريد أن أعرف ما هي العصرية وما معنى الأسس الحديثة. نحن دولة سلفية، بمعنى أننا نتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في التشريع. نحن لا نستطيع أن نخرج عن التشريع قيد أنملة. نحن نرد هذا المبدأ، نرد مبدأ إرادة الأمة، وأن إرادة الأمة لا تعلوها إرادة، نقول لا، بل تعلوها إرادة الله عز وجل، والشعب مربوب لإرادة الله، والله عز وجل هو السيد، ولا سيد إلا الله، وإذا لا مشرع إلا الله. فمن ادعى السيادة للبشر بهذا المفهوم أنه لا يسأل عما يفعل، وعندئذ سيشرع ما يشاء لمن يشاء ويقول ما يشاء في أي زمان وفي أي مكان، هذه عقيدة جاهلية كفرية جاءت من الغرب، جاءت من أوروبا، من فلاسفة العقد الاجتماعي الذين لا يقفون عند العقائد الدينية. أنا قرأت النص، العقيدة صحيحة أو خاطئة لا تعنيه بشيء، هو يعنيه الواقع الاجتماعي وما يراه من هواه في تحكم هذا المجتمع. إذن نحن لا نسلم أبدا لمفهوم دولة عصرية ذات أسس حديثة، ولا بد أن تبين، وهم بينوا، قالوا دولة المؤسسات، السلطات الثلاث، تشريعية، تنفيذية، القضية، الفصل بينها. أنا أسأله من أين جئتم بهذا؟ من القرآن، من السنة، قاله مالك، قاله أحمد، قاله الشافعي، من قاله؟ قاله هذا، هذا أنا بأعرض، ونريد أن نحتكم إلى ما كتب، وموقفه من الإسلام، وموقفه من النصرانية، وموقفه من الدين بصفة عامة من حيث قضية الحكم والتشريع، وهذا أمر مهم جدا. فلا ينبغي أن ندعو الناس إلى الجاهلية في ثوب إسلامي قشيم، ولا أن نضع كلمة مطاطة لا تعني شيء فارغة المضمون، كما يفعل عتاة القانون الدستوري من المتلاعبين بالألفاظ والكلمات، كالذي فعلوه في نص المادة الثانية من الدستور التي لا تعني شيء، التي لا تعني أي شيء البتة بالنسبة للإسلام. المادة الثانية من الدستور تؤكد للعلمانية لكنها لا تؤكد للإسلام، تنزع من الإسلام أهم المقومات وتعطي للعلمانية السيادة بإطلاق. المادة الثانية، وأؤكد المادة الثانية، وسأتعرض لمفهوم المادة الثانية. إذا هذا خلاف أساسي، نحن ندعو إلى دولة إسلامية تحتكم إلى الكتاب والسنة،
تكون السيادة فيها لله عز وجل، يكون التشريع فيها حق خالص لله عز وجل. ونريد من حزب النور أن يضع هذه المعاني، أن يقول القرآن فوق الدستور وقبل الدستور، تعبيرا عن أن السيادة لله، وأنه لا سيد إلا الله، وأنه لا مشرع إلا الله، وأن الشريعة مهيمنة وحاكمة على غيرها من الشرائع، وأن الشريعة ملزمة بمجرد البلاغ والعلم. هذه حقائق، من سيعلمها للناس؟ هل سنعلم هذه الحقائق للناس من خلال السلطات الثلاث، التشريعية والقضية والتنفيذية والفصل بينها؟ هل سنعلمهم هذا من الزعم بأن إرادة الأمة لا تعلوها إرادة؟ الإسلاميون يسعون الآن في تمديد هذا الشعار ويسمون الجمعة جمعة إيه؟ إرادة شعبية. الإرادة الشعبية، هذا كلام باطل وهذا كلام كفر بالحقيقة. إرادة الأمة لا تعني شيء أمام إرادة الله عز وجل. إذن السيادة لله وليست للأمة. هذا أمر مهم جدا. نحن نقف على تفسير الدولة العصرية على أسس حديثة على ما ذكره برنامج الحزب. هو ذكر هنا يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات. كنا نتمنى أن يقول يدعو الحزب لدولة إسلامية تستند إلى الكتاب والسنة، عندئذ يكون إسلامي، يكون برنامج إسلامي. لكن بغير ذلك دعني أقول أن هذا برنامج علماني بخلفية إسلامية مطاطة غير واضحة المعاني. وسأأتي للمعاني التي أو الألفاظ التي وضعوها في البرنامج، وهي تحتمل معاني مغايرة ومتباعدة مع الإسلام من الحقيقة. والتنفيذية والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل إلى آخر ما تكلموا عنه. تأتي الخطورة الكبيرة جدا عندما يوغل برنامج الحزب في تعريف الدولة التي يدعو إليها، ويتعمق الخلاف فيما بيننا وبينهم عندما يتواصل البرنامج السياسي للحزب. فهم يقولون مثلا في الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها، يقولون في البرنامج ومن أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها، واحد، حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام في إطار من الشورى والديمقراطية وبعيدا عن التسلط والاستبداد. أنا أسألهم ما هو النوع وما هو المضمون؟ ماذا تعنون بكلمة نوع وكلمة مضمون؟ المضمون هو المنهج، تعاقد مع من يحكم، نتعاقد معه على ماذا؟ بما سيحكم وكيف سيحكم. المضمون عندنا الإسلام، المضمون عند الدستور وقانون الأحزاب والإعلان الدستوري الجديد وتعديل قانون الأحزاب المصري، الديمقراطية المتجردة عن الدين، الرافضة للدين، التي ترد الدين بالإجمال. وهذا ناقض من نواقض الإسلام، من النواقض الرد. هم يردون الدين في السياسة والحكم بوضوح وبجلاء وبلا حياء. وسأذكر النصوص الدستورية ونصوص قانون الأحزاب والتي وافقها برنامج حزب النور بقصد الحصول على الرخصة، لكن ليس لديه أي تبرير ديني أو شرعي لما كتبه في هذا البرنامج نهائيا، ولا يمكن أن يكون له تبرير ديني حتى يلج الجمل في ثم الخير، هذا محال. لكن أنا أسألهم، أتساءل، ما هو النوع والمضمون الذي تقصدون في هذا البرنامج؟ هل تقصدون أن المضمون هو الإسلام وأن الحاكم ملزم بالدين كعقيدة وشريعة حاكمة؟ وإلا فما هو المضمون؟ نحن نريد أن نعرف المضمون. سيفصحون بعد قليل عن المضمون. الثاني الذي نص عليه برنامج الحزب هو حق المجتمع في تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية له ذات مسؤولية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة. أنا لست أدري ما الذي يعنيه حزب النور الإسلامي بهذا الحق. هل للمجتمع الحق في أن يختار سياسيا واقتصاديا؟ السياسة تقوم على دعامتين أساسيتين، السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. السياسة الداخلية محكومة بالشريعة الإسلامية
وأن القرآن حاكم بين المسلمين. السياسة الخارجية تقوم على مبدأ الولاء والبراء، وهي محكومة أيضا بشريعة الإسلام، وليس للمسلمين اختيارات في حاكمية الشريعة ولا في مبدأ الولاء والبراء، لأنها أحكام المسلم ملزم بالتنفيذ والحماية للشريعة. كيف يختار؟ ما هو مفهوم الاختيار؟ لابد أن يوضح ولا بد وأن يبين، إلا أن يكون المجتمع بمفهوم الإرادة العامة للأمة التي وضعها روسو ومونتسكي وغيرهم من فلاسفة العقل الاجتماعي، أن إرادة الأمة لا تعلوها إرادة حتى ولو غيرت إرادة الله عز وجل.